امتدادا لجهودها الإنسانية العابرة للحدود. تسلم الفلسطينيون في قطاع غزة 1,000,000 جرعة من لقاح سبوتنيك لمواجهة كورونا من دولة الإمارات العربية المتحدة، ووصلت الشحنة من خلال معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر، وتم استقبال شحنة المساعدات من خلال ممثلي وزارة الصحة في غزة وتيار الإصلاح الديمقراطي بحركة فتح الفلسطينية. منذ بدء جائحة كورونا في العالم وحتى يومنا هذا لم تنقطع ولم تتوقف قوافل المساعدات المقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة للشعب الفلسطيني وتحديدا في قطاع غزة. المقصود هنا توفير لقاحات مضادة لفيروس كورونا، قدمت مئات آلاف الجرعات في السابق واليوم يقدمون 1,000,000 جرعة لقاح مع مجموعة من المستلزمات الطبية بقيمة إجمالية تزيد عن 11 مليون دولار. هذا بجوار عشرات المشروعات الصحية الإغاثية التي قدمتها الإمارات العربية المتحدة، من بينها المستشفى الإماراتي الذي كلف عشرات الملايين من الدولارات حتى الآن. لم تكن هذه هي المساعدة الإنسانية الأولى المقدمة إلى فلسطين من قبل دولة الإمارات، التي سبق أن قدمت الكثير من المساعدات الطبية بما فيها لقاحات ومعدات وأجهزة طبية ومستشفى إماراتي مختص لعلاج مرضى كورونا يتم تجهيزه بالكامل لأهالي قطاع غزة. طبعا هذا المطعوم يضاف إلى مجموعة الحقيقة من الدعم السابق الذي وصل من الإمارات العربية المتحدة، والأداء لذلك من المستشفى الذي يبنى الآن والذي سيكون مخصصا بالتأكيد لاستقبال حالات مرضى كوفيد-19. ويعكف أو تعكف دولة الإمارات على تجهيز وتطوير هذا المستشفى الذي سيقدم الرعاية الصحية لمئات آلاف من يحتاجون هذه الرعاية في قطاع غزة. متابعة دولة الإمارات، هذه المتابعة تقريبا تتفرد بها دولة الإمارات عن غيرها من دول العالم في موضوع الجائحة وتعرض قطاع غزة لخطر هذا الوباء في ظل الحصار والنقص الهائل في الإمدادات الطبية، يجعل دولة الإمارات موضع تقدير واحترام عالي جدا من كل أهلنا ومن كل أبناء شعبنا وتحديدا في قطاع غزة، الذين ينظرون بعين التوقير والامتنان للإمارات حكومة ومسؤولين وشعب شقيق. تأتي هذه الدفعة من المساعدات الإماراتية للشعب الفلسطيني من أجل دعم قطاع الصحة وتطعيم الطلبة ضد وباء كوفيد-19. اليوم احنا استلمنا طبعا جزء من شحنة من مطعوم كوفيد-19 سبوتنيك بحوالي 500,000 مطعوم أو فيل من هذا المطعوم. طبعا بالتأكيد هذا سيساهم في زيادة تحصين المواطن الفلسطيني ضد وباء كوفيد-19. ووجهت وزارة الصحة الفلسطينية والمسؤولون بحركة فتح رسالة شكر وتقدير لدولة الإمارات على هذا التبرع السخي، سواء على الأجهزة الطبية أو إنشاء المستشفى الإماراتي على أرض فلسطين. نشكر يعني الإمارات العربية المتحدة على جهودها الحقيقة في مساندة ودعم الشعب الفلسطيني بتحديدا القطاع الصحي فيما يتعلق بوباء كوفيد-19.